تحذير عاجل من الأرصاد الجوية للمواطنين، لا تنخدعوا بارتفاع درجات الحرارة وما تستعجلوش في ارتداء الملابس الصيفية. أهلا بكم مشاهدي ومتابعي تلفزيون وطن في كل مكان، وخدمة إخبارية جديدة ومتابعة مستمرة لحالة الطقس المتقلب خلال الفترة الأخيرة. طبعا كل سنة وحضراتكم طيبين. خلاص بنعيش الأيام الأخيرة في شهر رمضان المبارك، ونودع هذا الشهر الكريم، وبعدها نستقبل عيد الفطر كمان في احتفالات النهاردة بشم النسيم، ولكن عايشين أجواء حارة جدا بداية من صباح اليوم الاثنين. وطبعا خلال الفترة اللي فاتت شهدنا تقلبات حادة في الطقس، بين حر شوية وبرد شوية، ووصل لأمطار رعدية كمان عشناها خلال الفترة الأخيرة. هات الأرصاد الجوية بتنذر المواطنين وتحذرهم من التسرع في تخفيف الملابس خلال الفترة الحالية، بالرغم من الموجة الحارة اللي احنا عايشينها النهاردة ومستمرة معانا كمان لحد بكرة. ده كله ليه؟ لأن في انخفاض تدريجي جاي في درجات الحرارة، ربما يصل الفارق بين الحرارة النهاردة وبكرة لحد ما تنخفض خلال 3 أو 4 أيام لتسع درجات كاملة. طبعا فرق كبير جدا جدا، والأرصاد الجوية بتحذرنا عشان نتجنب الوقوع في هذا الفخ، ومحدش طبعا يصاب بنزلات البرد خصوصا الأطفال. أكيد عايزين نعرف تفاصيل أكتر عن حالة الطقس النهاردة في شم النسيم. الموجة الحارة دي اللي بدأت معانا هتنتهي إمتى؟ ويا ترى الطقس في اخر ايام شهر رمضان هيكون عامل ازاي؟ عشان كده بينضم لنا عبر الهاتف الدكتور محمود القياتي، عضو المركز الاعلامي بهيئه الارصاد الجويه. اهلا بيك يا دكتور محمود. اهلا بحضرتك دكتور عثمان وكل متابعي تلفزيون الوطن، وكل عام وحضراتكم بخير. طبعا شم النسيم، وانت عارف ان الناس بتحب تطلع كتير في الحدائق في هذا اليوم، وممكن النهارده طبعا مع ظروف الصيام يكون تم تاجيل هذه الرحلات الى ما بعد الفطار. قول لنا في البدايه اجواء صباح شم النسيم، خصوصا ان هو يوم اجازه، فناس كتيره تقريبا قاعده في البيت، واعتقد ان هو يعني كويس ان هم قاعدين في البيت في ظل هذا الطقس الحار، خاصه بعد البيان التحذيري اللي انتم نزلتوه من شويه على حساباتكم الرسميه. بالفعل احنا اليوم تحديدا وغدا في موجة حارة على كافة مناطق الجمهورية، بترتفع معها درجات الحرارة بشكل كبير جدا. يعني اليوم تحديدا العظمى على القاهرة هتوصل ل 33 و34 درجة مئوية، حتى السواحل الشمالية هيكون ليها اليوم نصيب من الارتفاع ده اللي هتصل فيها العظمى ل 30 درجة مئوية. طبعا جنوب الصعيد ليها هي النصيب الأكبر دايما اللي بيصل اليوم ل 38 درجة مئوية. يعني أجواء حارة بشكل كبير على كافة مناطق الجمهورية خلال ساعات النهار، مع وجود بعض الأتربة والرمال المصارعة على أقصى الشمال الغربي من الجمهورية عند السلوم ومطروح، لكن تأثير الرمال والأتربة المصارة دي هيوصل على القاهرة الكبرى والوجه البحري وباقي مناطق الجمهورية، على صورة بعض الأتربة العالقة في سماء بعض المحافظات والمدن هيستشعر بها أكثر مرضى الحساسية الصدرية والجيوب الأنفية. الارتفاع ده طبعا مستمر معنا غدا أيضا، وبالتالي درجات الحرارة خلال ساعات هذه الليلة هتكون مرتفعة مقارنة بدرجات الحرارة الصغرى اللي تم تسجيلها على مدار الأيام الماضية. يعني الليلة والليلة القادمة هتكون درجات حرارة مرتفعة خلال ساعات الليل، ممكن توصل ل20 درجة مئوية ده خلال ساعات الليل على القاهرة الكبرى، ممكن توصل ل22 على جنوب الصعيد. يعني الأجواء خلال ساعات النهار أجواء حارة، خلال ساعات الليل ممكن تكون من اللطيفة إلى المائلة للبرودة. طب ليه مع ان الجو حار، لكن انتوا في وسط كلامكم بشكل واضح حذرتوا من التسرع في تخفيف الملابس خصوصا في فترات الليل؟ بالتأكيد احنا خلال الفترة دي هي فترة التقلبات الحادة والسريعة، تغير حاد بشكل كبير خلال فترة زمنية قصيرة. لو اتكلمنا ان العظمى اليوم على القاهرة 34 درجة مئوية والصغرى في حدود 19 درجة مئوية، يعني في فرق بيقارب ال 15 درجة مئوية تقريبا على القاهرة الكبرى او على اغلب مناطق الجمهورية، فده فرق كبير بيكون موجود بين درجات الحرارة العظمى والصغرى لنفس اليوم. تمام. وبالتالي تحول واضح في الحالة الجوية، ما ينفعش طبعا اننا نفس الملابس اللي هنرتديها خلال ساعات النهار تكون نفس الملابس اللي هنرتديها خلال ساعات الليل. جميل. السؤال عن اللي بيشوفونا دلوقتي كلهم، طب النهارده حر وبكره الجو الحر هتزيد اكتر، امتى تنكسر هذه الموجه الحاره؟ ويعني عايزين نعرف اجواء اخر ايام شهر رمضان المبارك، طبعا قبل استقبال عيد الفطر. وكل عام وحضرتك طيب. كل عام وحضراتكم بخير. اليوم وغدا تحديدا كتل هوائيه جنوبيه بتكون حاره بشكل كبير، مع وجود مرتفع جوي الطبقات العليا للهواء اللي بيمنع تكون السحب تماما، وبالتالي اجواء مشمسه طوال ساعات النهار، وبالتالي الطاقة الحرارية اللي بنكتسبها من الشمس بتؤدي إلى هذا الارتفاع الكبير في درجات الحرارة.
لكن من يوم الاربعاء ان شاء الله هتبدا تتغير مصادر الكتل الهوائيه، هتبدا تمام. تحديدا كتل هوائيه تدخل من ناحيه الشمال او تحديدا الشمال الغربي، مع وجود امتداد لمنخفض جوي اللي هيعمل على بعض تكون بعض السحب على شمال الجمهوريه. يعني من يوم الاربعاء ان شاء الله يكون في انخفاض طفيف وتدريجي في درجات الحراره، هيبدا على السواحل الشماليه اللي هتكون معاها العظمى 23 درجة مئوية على السواحل الشمالية، بعد ما بتكون سجلت اليوم وغدا من 29 ل 30 درجة مئوية، هتصل ل 29 على القاهرة الكبرى، في حين ان يوم الاربعاء ده هيكون الانخفاض فقط على السواحل الشمالية حتى القاهرة والوجه البحري، ولكن هيكون جنوب البلاد زي شمال وجنوب الصعيد لازالت فيها الاجواء خلال ساعات النهار حارة بشكل كبير، وهتصل فيها العظمى ل 36 على شمال الصعيد و39 على جنوب الصعيد. تمام. لكن بدخول يوم الخميس هتبدا بقى الكتل الهوائيه البارده دي تتعمق اكتر داخل الاراضي المصريه علشان توصل لشمال الصعيد على يوم الجمعه ان شاء الله اللي يتزامن مع بدايه عيد الفطر المبارك، هتكون العظمى على القاهره من 26 ل 27 درجه مئويه، وهتصل ل 28 على شمال الصعيد، السواحل الشماليه هتحافظ على ال 23 و22 درجه مئويه خلال ساعات النهار، يعني الاجواء هتكون مائله للحراره ومعتدله او دافئه بشكل كبير هتسمح بالخروج وكافه اعمال التنزه، وكل تاكيد الانخفاض خلال ساعات النهار هينعكس على انخفاض درجات الحراره خلال ساعات الليل اللي هتعود مره اخرى على نهايه الاسبوع اللي بتتزامن مع بدايه عيد الفطر، هتعود مرة أخرى حول ال 16 وال 15 درجة مئوية على الجزء الشمالي من الجمهورية. يعني أكيد في فرق كبير في الحرارة، حوالي 9 درجات انخفاض ولكنه بشكل تدريجي. أكيد عشان كده احنا فهمنا إيه سبب تحذير طبعا الأرصاد الجوية لكل مشاهدينا ومتابعينا، ونشكرك دكتور محمود القياتي، والشكر موصول لكل مشاهدي ومتابعي تلفزيون الوطن، وانتظرونا في خدمات إخبارية جديدة خلال الساعات اللي جاية. شكرا جزيلا لكم.